سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بالف صحه وعافيه، ويلقاكم لا فيديو ديالي وانتم في احسن الاحوال. واللي اول مره كتشوف قناتي كنقولها مرحبا بك، ما تنسيش تنضمي للعائله ديالنا وتضغطي على الجرس باش توصلي بجديد الوصفات. فيديو اليوم غادي نقترح عليكم فيه فطيره تركيه كتجي اكثر من رائعه. واخا نعيا نشكر فيها ما غاديش نوفي لها حقها، لانها فعلا كتستحق تجربه. فطيره اللي كتعطينا 16 قطعه، كتجي مقرمشه ومورقه كلها طبقات كيف كتشوفوا معايا، والمذاق الحشوه يا سلام كتجي لذيذه بزاف بزاف. غادي نقدمها لكم بمقادير متوفره في كل بيت، وطريقه اللي سهله وبسيطه ممكن اي وحده تنوض تجربها، والاهم انها سريعه دغيا كتوجد. كنصحكم باش تجربوها. نخليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال العجين، غادي نحتاجو عندي هنا 250 غرام تاع الدقيق يكون مغربل، عندي بيضه غادي نحتاجو غير البيض ديالها، والصفر غادي ندهنو به الفطيره، عندي خميره واحده تاع الحلوه، جوج معالق ديال الزيت، ونص معلقه صغيره ديال الملح. هادو هما المكونات اللي عندنا. غادي ندوزو دابا الطريقه. غادي ندير هنايا الدقيق ديالي، غادي نضيف عليه الملح والزيت، غنضيف عليه جميع المكونات، وغادي نحتاجو ماء بارد باش غادي نعجن العجينة تاعتي. غادي نحتاج غير ماء بارد والخميرة، وهنا غادي ناخد غير بيض ديال البيض، الصفر غادي نحتفظ بيه هو باش غادي ندهن الفطيرة هادي. صافي، غادي ناخد غير البيض تاع البيض، غادي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجمو ليا، ومن بعد غادي نبدا نضيف الماء بشويه بشويه، وغادي ندوز العجانه حتى تسدلك ليا العجينه مزيان. ضروري نمدلكوها مزيان، وما تكونش العجينه رطبه بزاف، وما تكونش قاصحه بزاف، يعني تكون متوسطه. هذا غير الماء بارد البنات، يعني خديته من الروبيني. صافي، كيف كتشوفوا غادي انا خلطت شويه العجينه، غادي ندوز دابا العجانه حتى تعجن وتدلك مزيان. من بعد ما تعجنت لي العجينه البنات، دلكت لي مزيان في العجانه كيف كتشوفوا، حصلت على عجينه اللي كتكون ما قاصحاش وما رطباش. غادي نلفها في البلاستيك ونخليها حتى ترتاح بما وجدت ليها الحشوه. ضروري العجينه كتبغي ترتاح واحد على الاقل واحد نص ساعه، انا غادي نخليها ترتاح بما وجدت الحشوه قاديتها وبردت، وندوزو باش نشكلو الفطيره ديالنا. صافي، غادي نخليها ترتاح. هنا البنات غادي دابا نصايبو الحشوه. قطعت هنا ثلاثه البصلات متوسطين، قطعتهم هكا صغار وشحرتهم مع شويه ديال الملحه ومعلقه تاع الزيت، زيت نباتيه زيت عاديه، خليتهم هكا كيتشحروا. غادي نضيف عليهم هنا عندي نص فلفله حمراء ونص فلفله صفراء وفلفله واحده خضراء، غادي نشحرهم. ممكن ديروا اي نوع تاع الفلفله عندكم، الا عندكم غير نوع واحد ديروه، المهم على حسب اللي موجود عندكم تقديو به. انا هنا موجوده عندي فلافل بثلاثه، ثلاث الوان بثلاثه. صافي، غادي نخليهم يتشحروا شويه، وغادي نضيف عليهم الصدر ديال الدجاج. ممكن ديروا في الحشوه ديروا الكفته او ديروا الطون، على حسب الحشوه كتبقى اختياريه، كل واحد يدير اللي بغى. انا اليوم هنا غادي نديرها بالصدر ديال الدجاج. صافي، غادي نخليها تشحر. صافي، من بعد ما تشحرت ليا البصله والفلافل كيف كتشوفوا، غادي نضيف عليهم هنا عندي كميه تاع صدر تاع الدجاج اللي قطعته رقيق، وعندي هنا شويه تاع الشامبينيون بعد ما صفيتو وقطعتو حتى هو، غادي نضيفهم. صافي، غادي نخلط هاد المكونات كاملين وغنضيف عليهم التوابل. بالنسبه للتوابل غادي ندير معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، الى عندكم السودانيه دير واحد شويه، ما عندكمش انا غادي نعوضها هنا بواحد نص معلقه ديال الهريسه. غادي نخلط هاد المكونات حتى ينسجمو ليا كاملين، وغادي نضيف معلقه ديال معلقه كبيره ديال السوجا. صافي، هنا بعد ما طابت ليا الحشوه غادي نضيف عليها واحد الحبه ديال الكورنيشون، غادي نحكها في الكاسه.
هنا ضفت حبه تاع كورنيشون بعد ما حكيتها، وضفت معلقه ديال القزبر والمعدنوس، خلطت المكونات مزيان. صافي الحشوه البنات هي وجدات وبردات، والعجينه حتى هي خليتها ارتاحت. غادي ندوزو دابا باش نشكلو الفطيره تاعنا. درت هنا 3 معالق كبار ديال الدقيق الفورس، وغادي نضيف عليهم 3 معالق ديال النشا او ميزينا. غادي نضيف 3 معالق، غادي نخلطهم مزيان. صافي وغادي نحتاجو كميه تاع الزبده مذوبه، وعندي هنا الزبده اللي ذوبتها كيف كتشوفوا، كديروا القياس اللي بغيتو. غادي ندوزو دابا باش غادي نشكلو هاد الفطيره. غادي ناخذ العجينه ديالتي كيف كتشوفوا البنات، كتجي هي كترطاب كتجي بهذا الشكل هذا. غادي نقسمها على 6 ديال الكويرات، غادي نقسمها على 6 الكويرات. هنا قطعت العجينه ديالتي على 6 كويرات، كنشدهم وكنلفهم بشكل دائري. غادي نخليهم يرتاحوا شويه، ضروري الكويرات ما يكونوا متساويين باش يجيونا هكا في التوراق، يجيونا بقياس واحد. الكويرات تاوعي كيف كتشوفوا العجينه 250 غرام تاع الدقيق، قطعتني هنا 6 ديال الكويرات. غادي ناخذوا 1 2 كرات الاولين، وهادو غادي نغطيهم. صافي البنات بعد ما طلعت الكويرات تاعي كيف كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، غادي نجمعهم هكا وغادي نحطهم على جنب، وغادي ندوز نخدم بجوج اخرين. راه عمليه سهله، كنخدموا بجوج بجوج، يعني كنسهلوا علينا الوقت، يعني ما كنضيعوش الوقت، وكنسهلوا علينا حتى الخدمه في نفس الوقت. صافي غادي تهم نعاود هكا نغطسهم مزيان في هاد في النشا وفي الدقيق، وغادي نطلقهم بنفس الطريقه باش طلقت الاولين. صافي من بعد ما كملت سلاح ديال الكويرات البنات، غادي ندوز دابا باش غادي نحلو هاد العجينه. انا حليت الاولى كل جوج كنفرقوهم على بعضياتهم، كنحاولوا غير بشويه دغيا كيتحلوا لينا. صافي من بعد ما كملت الحلان ديال الكويرات اللي عندي كاملين، غادي ندوز هنا باش غادي نسرحهم، نحيد منهم هذاك الفائض ديال النشا والدقيق، ضروري ما نحيدوه. غادي ندير هنا الزبده وغادي نحاول نوزعها عليها. من بعد ما وزعت الزبده فغادي نحط ورقه اخرى، وغادي نحيد من فوق منها الفائض ديال الدقيق والنشا، وغادي كذلك نوزع فوق منها الزبده، وغادي ندير الورقه الثالثه اللي ضروري ما نحيدو حتى هي فوق منها النشا والدقيق. هكا كنحصلوا على 3 الورقات. غادي نوضعهم في لاطا، رشيتها بشويه ديال الزيت والدقيق، ممكن ديروا الزبده. صافي وغادي ننزل كيف كتشوفوا البنات، عندي الورقه ما قاديش، انا غادي نعاود نقادهم مزيان تيجيوني في قياس واحد. غادي نعاود نطلقهم هكا بيدي حتى نقادهم مزيان. صافي من بعد ما قديت العجينه تاعتي كيف كتشوفوا، خاصها تجينا على شكل مربع. غادي ندوز هنا باش غادي نفرغ فيها الحشوه. الحشوه ضروري البنات تكون بارده باش ما تقطعش ليكم الورقه. حاولوا توجدوا الحشوه هي الاولى وتخليوها حتى تبرد، ومن بعدها باش نخدموا بها غادي نوزعها. نحاول
من بعد ما كنوزع الحشوه كنحاول ما نجيبهاش للجوانب، لان غادي نلفهم من بعد. هنا خديت ثلاثه الورقات اللي بقاو ليا، كنسرح الورقه، كنحيد من الفائض ديال النشا ومي الزينه او الدقيق، وكندهنها بالزبده، وكنحط فوق منها ورقه ثانيه. وبنفس الطريقه باش خدمت الورقات الاولين، كنخدم هادو ورقه فوق ورقه، كندير بيناتهم الزبده وكنحيد الفائض ديال النشا والدقيق. من بعد كنطلقهم بالدلاك. ضروري خاص هاد الورقات الثلاثه يجوني كبار من الورقات الاولين، لان غادي نلف بهم او غادي نغطي بهم الفطيره ديالتي. صافي، من بعد ما كملت البنات غادي نزينها هكا بشويه ديال الفرماج. ممكن هذا كيبقى اختياري، ولكن كيعطي فيها واحد التعليكه اللي هي زوينه. الا بغيتو تستغناو عليه ممكن ما ديروش، او ديروا فرماج احمر محطوط مع موزاريلا على حسب اللي متوفر عندكم. فانا غادي ندير غير جوج من هاد هكا من هاد الفرماج ساندويش، غادي نوزعهم بهذا الشكل هذا. صافي، وهنا غادي ندوز باش نحط عليهم الطبقه الثانيه. كيف كتشوفوا غادي نشدها وغادي نلبسها للعجينه من التحت، يعني بحال غادي نغلفها من الجناب كاملين بهذا الشكل هذا. غادي نغلف الجوانب بربعه، كنحاول ندخل الورقات الفوقانيه اللي كندخلهم من التحت باش هكاك ما كتحش ليا ملي كتكون كطيب، بحال الشكل ملي كنبداو نغلفوا في البسطيله بنفس الطريقه. من بعد غادي نحاول نضغط عليها باش نقادها ونعطيها واحد الشكل اللي كيكون مربع مقاد. هنا خديت صفار تاع بيضه اللي بقى ليا، ضفت عليه معلقه ديال صلصه السوجه، خلطتهم مزيان. وهما باش غادي ندهن الفطيره ساعتي. الصراحه هاد الخلطه كتعطي الفطيره واحد اللون اللي مذهب، كيجي رائع. نتوما غادي تشوفوها ملي غطيب كيجي فيها واحد اللون اللي زوين وكيكون فيها واحد اللمعان. هنا البنات كندوزو باش كنقسموها، كنحاولوا نقسموها هكا، ومن هنا من النص كيف معروف على الفطيره هذه راه كتخرج لينا 16 قطعه. هذه باش مشهوره في مواقع التواصل، صراحه كتجي زوينه، كتجي مقرمشه وكتعطينا كميه هي اللي هي كبيره، مكونات اللي بسيطه بزاف. صافي، كيف كتشوفوا بعد ما قطعتها فغادي نقطع هادو حتى هما بهذا الشكل هذا. كنحاولوا غير بشويه معاها. هنا البنات مبغيتش نجرب لكم طريقه التقطاع باش تشوفوها مزيان. من بعد ما كملت غادي نزينه هنا بالبافو، كيبقى اختياري الا بغيتو ديروه، الا مبغيتوش ماشي مشكل. صافي، غادي ندخل الفطيره تاعتي طيب على درجه الحراره 180، نشعل عليها من التحت حتى كطيب، وكنشعل عليها من الفوق باش كتاخذ هذا اللون اللي كيجي رائع، كيجي لون مذهب. وكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي الفطيره تاعتي، كتجي رائعه، كتجي لذيذه ومقرمشه وبعده طبقات وسهله بسيطه واقتصاديه دغيا كتوجد، وما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت. كنتمنى باش تجربوها. كيف كتعرفوا البنات بان الفطيره هذه تركيه ودارت ضجه في مواقع التواصل، وقلت علاش ما نجربهاش ونشوف واش تستحق التجربه ولا لا. وفعلا لقيت فطيره اللي كتحمق وكتستحق التجربه، وكنصحكم انتما باش تجربوها. اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من لايكات والتعليقات، وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل لتعم الفائده. ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.